يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقه جديده السادسه بسم الله تبدا رحله النادي الاهلي لتونس كل تفاصيل طبعا الاستعدادات والتحضيرات النادي الاهلي النهارده الحقيقه يمكن الرحله بدات الساعه 4 الطياره في الجو لسه وان شاء الله على مدار حلقه النهارده نطمن على وصولهم بالف سلامه قبل ما ادخل في تفاصيل وموضوعات حلقه النهارده عزاء واجب الحقيقه تعزيه الكابتن احمد شوبير في وفاه طبعا شقيقه عصام شبير طبعا خالص التعازي لاسره الفقيد نسال الله الرحمه والمغفره وللاسره طبعا الصبر والسلوان